لنحكي أكثر عن بازار إيد بإيد. أكيد معنا لؤي عبيد وميسون يازجي، منظمية بازار إيد بإيد. يسعد صباحكم، كل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا فيكم. وأنت بخير، يسعد صباحكم. يسعد صباحكم أكيد أستاذ لؤي وسيدة ميسون. دائما نحن بالميلاد بننطر هذا الشهر بالذات ليكون في البازارات، خلينا نقول لننزل نزور البازارات ونشوف الأعمال يلي بتحتويها. خبرنا أول شيء عن إيد بإيد، يعني إيد بإيد، يعني لازم نحن نكون عن جد سوا بهذه الفترة لنقدر نتجاوز أي صعوبة. نحن شعار معتمدينه إيد بإيد، لأنه لازم كل شيء يكون في تعاون فيه، فأخذنا هذا الشعار وانطلقنا لحتى نكون متعاونين أنا وميسون وأنا والمشتركين وأنا والزوار، يعني جميعا نكون متعاونين إيد بإيد لحتى يكون كل شيء أفضل وأحسن. أكيد ميسون، يعني كان طالع التقرير وعم تتحذر يمين عم يحكي أهم المعروضات، يعني عم نسمع أنه ونشوف أنه كان في معروضات متنوعة، إن كان أكل إن كان زينة إن كان أغراض تانية ممكن تكون حرفية أكثر. خبرينا أهم المعروضات شو كانت؟ الحقيقة السنة كان البازار غني بالأشغال اليدوية، وكان غني بنسبة الصبايا والشباب يلي هن بيشتغلوا بإيدهم، مع الحقيقة أنه هن كلهم من حملة الشهادات يعني، بس نظراً للظروف الصعبة وللوضع الاقتصادي شوي حاولوا يطوروا حالهم وحاولوا ما يضلوا ثابتين بمكانهم، فأبدعوا بشغلات تانية. في عنا زينة الميلاد يلي هي معمولة من الأشغال اليدوية كلها، في عنا الحلويات، ضيافات العيد، عنا أعمال خشبية بالريزين وبالإزاز المصبوغ المشغول كله، كمان ممكن تكون هدايا. عنا الكريمات، الحقيقة كمان كان عنا تنوع بهذا الشيء، والشيء اللي لمسته أنا أنه هلأ بيجوز كتير ناس كانت معتمدة على الكريمات يلي هي مستوردة من برات البلد، ونتيجة غلاء الأسعار وصعوبة وصولها لألنا، فقدرت تلاقي البديل من أعمال شبابنا والصبايا اللي فعلا عبينتجوا شيء مميز أكيد. وفعال عنا كتير شغلات تانية، عنا حتى المعروضات اللي بتنحط أشغال اليدوية، الكروشيه اللي بتكون مميزة الحمراء والخضراء كمان كتير كانت موجودة عنا، بالإضافة للإكسسوارات اللي اعتمدت على الأحجار الكريمة وحتى على الخيطان وعلى الجدل اللي كتير كان مميز لهالسنة. أكيد دائما في شيء مميز نحن بنلمسه بهذا الشهر. أستاذة لؤي، مثل ما شفنا بالتقرير اللي كان إنه في سيدات أكيد بيعملوا شغلات ببيتهم مثل أكلات، معنا مثل مطبخ هيك صغير، هذا كمان شيء بيساعد السيدات السوريات اللي ما عندهم مصدر رزق وعمل إنهم يبيعوا وبأسعار مناسبة. احكي لنا عن فرص العمل أيضا اللي ممكن تخلق البازارات بهذا الشهر. مثل ما تفضلتي وحكيتي، فرص عمل يعني خاصة للمرأة أكيد، يعني بتقدر تشتغل ببيتها كان أكل أو إكسسوار أو أي شيء تاني، فهي نحن البازار فعلا بيعطيها فرصة لأنها تنعرف وأنها يعني تقدر تنتج أكثر شوي، لأنه بس تنعرف بالبازار بصير في ناس بتطلب منها، بتدق لها تليفون بتقول لها بدي كذا بدي كذا، ففرصة البازار تعطي مجال للست السورية اللي عم تعمل ببيتها انها تنتج اكثر ويصير معروفه اكثر. صحيح. طيب البازار اول شيء احكوا لنا كم يوم ضل، وباليوم الاخير دائما بصير في عروض، شو هي العروض اللي انتم حتقدموها بالنسبه للاسعار وهي مشان العالم تتوجه؟ هلا بازارنا بلش يوم السبت والاحد واليوم اخر يوم. الحقيقة نحن من بداية البازار حاولنا نقدم عروض وهدايا وأسعار مميزة نظراً لارتفاع أسعار المواد كلها، وخصوصي بهذا الشهر إنه موسم والناس كلها مضطرة تشتري كتير شغلات، فحاولنا نركز إنه تكون الأسعار، طلبنا طبعاً من كل العارضين إنه يقدموا أفضل أسعار عندهم لهن يستفيدوا، كمان الزوار تبع البازار يستفيدوا. هلا اليوم كانه اخر يوم، فدائما باخر يوم بصير بقى في تنزيلات وفي عروض وفي هدايا،
وقطعتين بسعر قطعه. حتى الشركات اللي مشاركه معنا وهي شركات سوريه ناشئه، وفي منها شركات سوريه عريقه طبعا مثل شركه دلتا، كمان عملوا عروض لاخر يوم وتنزيلات بالاسعار وهدايا على الشراء. يعني بالختام حابين توجهوا هيك كلمه عبر شاشه الاخباريه السوريه لكل حدا مشارك بالبازار كان، ويعطون العافيه. مددتوا شيء ولا لا؟ هلا تمديد ما في، ما بنقدر لانه هيدا التزام. نحن حاليا بازارنا بفندق اميه بقاعه الرحاب، اليوم اخر يوم، تمديد ما بنقدر، بس بنحب نشكر كل وسائل الاعلام اللي حقيقه دعمتنا كثير، ونشكر الاخباريه خصوصا، ونشكر اداره فندق اميه على تعاونها معنا، نشكر شركه يلا جو اللي قدمت عرض مميز بتخفيض اسعارها لزوار البازار، وبنشكر كل الزوار اللي شرفونا، والحقيقه ان شاء الله يكونوا انبسطوا. كمان نشكر العارضين اللي كانوا معنا وقدموا احلى ما عندهم وبارخص اسعار، وان شاء الله نكون موفقين. وشكرا لكم. اكيد انا بدي اعايد الجميع وعايد حضرتكم، واتمنى للجميع شهر خير، ونكون ان شاء الله نكون قدرنا قدمنا شيء مميز وحلو بمناسبه الاعياد، وبتشكركم جميعا. يا رب يعني هالشهر يحمل كل الخير والسلام والامن والصحه للكل، والفرج على كافه الاصعده، ويضلوا هيك السوريين يعني مبدعين بكل الازمات، ما في شيء بوقفهم. امين يا رب. شكرا لوجودكم. شكرا لكم. شكرا لكم، اهلا وسهلا في